السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجاويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إذا كنت أول مرة تتشاهدوا القناة ديالنا متنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا بأول خبر. الرجاء الرياضي كيتعادل سلبيا مع يوسفية بن رشيد. انتهت المباراة الودية واللي جمعت اليوم بين فريق يوسفية بن رشيد والرجاء الرياضي بالتعادل دون أهداف، وكتدخل مواجهة اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستحقاقات الموسم المقبل، وغادي يلعب الفريق الأخضر على البطولة الاحترافية وكأس العرش ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لإياب نصف نهائي كأس محمد السادس الأندية الأبطال، بينما غياخذ النادي الحريزي مسابقة البطولة إضافة لكأس العرش. وكتعتبر مباراة بن رشيد رابع محطة إعدادية للرجاء البيضاوي بعد ما واجه أندية نجم الشباب البيضاوي إضافة لشباب بنقرير ثم المغرب الفاسي، وشارك جمال السلامي مدرب بطل المغرب في مواجهة يوسفية بن رشيد مجموعة من العناصر الأساسية على غيران محسن متولي وبين مالانغو وعبد الرحيم الشاكر. والآن غادي نمروا الخبر التالي، موعد التحاق نقاه بالرجاء الرياضي. غادي يحل الكاميروني فابريس نقاه مدافع الرجاء الرياضي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل بمدينة الدار البيضاء انخرط في تدريب الفريق الأخضر بداية من السبت القادم بعد ما استفاد العطلة الاستثنائية إثر مشاركته مع المنتخب البلاد ديالو في التصفية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. وغادي يخوض الرجاء البيضاوي لكرة القدم التدريب ديالو بصفوف مكتملة بداية من يوم الإثنين المقبل بعد ما التحق رباعي المنتخب المحلي أنس زنيتي وعبد الإله الحافظي وسفيان الرحيمي ومحمد المكعازي. وللإشارة فإن الرجاء اضطر لإلغاء المعسكر الإعدادي واللي كان مقرب مدينة طنجة بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، لذلك فضل مواصلة الاستعدادات بمدينة الدار البيضاء. والآن غادي نمروا الخبر التالي بالوثيقة، فخير كيفضح مسؤولي الرجاء. اقترحت محكمة التحكيم الرياضي الطاس على طرفي النزاع الرجاء الرياضي والإطار الوطني محمد فاخر منحهم فرصة لإيجاد حل ودي للقضية، وحسب المراسلة فإن الرجاء رفض اقتراح الطاس في الوقت اللي بدا فيه فاخر الموافقة ديالو، وبعت محامي فاخر مراسلة لمحكمة التحكيم الرياضي الطاس كتفيد بأنه موافق على إيجاد حل ودي مع مكتب الرجاء. وتحدث محمد فاخر في تصريح حصري على المشكلة ديالو مع فريقه السابق الرجاء الرياضي الكرة القادم، وقال فاخر كيروجو انني دعيت الرجاء وهذه 3 سنين ونص وانا ساكت، انا ما عمرني دعيت الرجاء، المسؤولين هما اللي دعوني في الجامعه الملكيه وحكمت عليا ب 75 مليون سنتيم في الابتدائي وتأيد الحكم في الاستئناف، وانا مشيت للطاس غير باش ندافع على راسي. واكد المدرب السابق للرجاء واخا ربحت القضيه حاولت نتواصل وندق الابواب باش نلقاو حل ودي وحتى واحد ما جاوبني الى يومنا هذا. والان غادي نمروا الخبر التالي، رسميا الرجاء الرياضي كيتعاقد مع نجم اولمبيك اسفي. نجح نادي الرجاء الرياضي في البصم على صفقه ممتازه، وذلك بعد ضم نجم امل اولمبيك اسفي الجناح الايسر رائد، والامر اللي كيتعتبر ضربه معلم من اللجنه التقنيه المؤقته داخل القلعه الخضراء، واثر راحل اللاعب سخط عارم وسط الجماهير المسفيويه واللي لقات جم غضبها على رئيس الفريق انوار دبيره، كون الاخر ما وقعش على عقد احترافي مع اللاعب، واللي تاح الفرصه اداره الرجاء البيضاوي للتوقيع معاه مجانا حيث غيكتفي فقط بتسديد واجبات التكوين. والجدير بالذكر فوقع نادي الرجاء الرياضي يوم امس مع الحارس المنتخب الوطني الشبان عبد الله امغار واللي كيبلغ من العمر 19 سنة، وكيتعتبر بذلك 3 صفقات في الفريق خلال الميركاتو الحالي. والان غادي نمروا الخبر التالي، جمال السلامي كرفض التعاقد مع لاعب. كي
رفض جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم التعاقد مع أيوب الرحماوي اللاعب السابق لفريق النادي القنيطري إضافة الأولمبيك أسفي. وضحت مصادر موثوقة أن جمال السلامي انبهر بمردود أداء أيوب الرحماوي واللي اختاب المؤهلات ديالو خلال المباراة الودية واللي جمعت الرجاء الرياضي ضد المغرب الفاسي. وضافت المصادر ذاتها أن مدرب الرجاء وصل اللاعب المذكور من ضمن أحد الأندية القسم الوطني أو الثاني من أجل كسب المزيد من الخبرة والتجربة وباش يكون مؤهل ضمن أحد الأندية الكبرى في الدوري الاحترافي الأول. وقرر جمال السلامي ضم 3 اللاعبين للفريق الأول بعد ما خضعهم للتجربة خلال الودية المذكورة. وكيتعلق الأمر بلاعبين عائدين من الإعارة وهما سعد الكوحل وعمران فيدي إضافة للاعب من فريق الأمل وهو رياض أدبوكيكين. والان غادي نمروا للخبر التالي. الرجاء الرياضي غيدافع على اللقب ديالو بشعار ذهبي. غادي يحمل لاعب فريق الرجاء الرياضي الكرة القدم بطل النسخة الأخيرة من الدوري الاحترافي خلال الموسم المقبل شعار ذهبي البطولة على الأقمصة ديالهم. وعلمت أحد المصادر أن شعار البطولة غادي يكون على قمصان الرجاء خلال الموسم المقبل وغادي يكون باللون الذهبي عكس باقي الفرق، وذلك على اعتبار الرجاء هو حامل النسخة الماضية من البطولة الاحترافية. والان غادي نمروا للخبر التالي. حقيقة عرض الرجاء بخصوص نجم سالة. اكد رئيس جمعية سالة في احدى الخارجات ديالو الاعلامية ان الفريق ديالو ما توصل باي عرض من فريق الرجاء الرياضي كيخص انتقال لاعب عماد خنوس، مشير ان كل ما كيروج لا اساس ليه من الصحة. والان غنمروا الخبر التالي. الرجاء كينتظر رد الحسنيه لانتداب البوفتيني. كينتظر المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي رد اداره حسنيه اكادير بخصوص العرض واللي قدموا انتداب سفيان البوفتيني. وحسب احد المصادر فان فريق الرجاء الرياضي بدا الاهتمام ديالو بسفيان البوفتيني مدافع حسنيه اكادير، وعرض على اداره حسنيه اكادير صفقه تبادليه، وعرض الرجاء لاعبين مقابل انتقال البوفتيني للرجاء الرياضي في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. وكيتعلق الامر بكل من انس جبرون وايوب نانح، وكان البوفتيني قريب من الاحتراف في الدوري السعودي، لكن هذا القرار غضب البوفتيني واللي جعلو كيغيب عن تدريب الفريق قبل ما يتراجع على القرار ديالو ويقدم اعتذار لجميع مكونات حسنيه اكادير. وللاشاره فان الوداد الرياضي كيرغب كذلك في الفوز بخدمات البوفتيني في الميركاتو الحالي. والان غادي نمروا للخبر التالي. هنقا كينتظر جلسه تسويه مع الرجاء الرياضي. كينتظر فابريس هنقا مدافع الرجاء البيضاوي عقد جلسه مع مجلس اداره النادي قصد ايجاد تسويه وديه لتنهي علاقات الطرفين. اكد مدرب الرجاء انه ما اصبحش بحاجه لخدمات هنقا خططه الموسم المقبل، وانضم هنقا للرجاء قبل عام رفقه ايوب نانح من الدفاع الجديدي بصفقه بلغت 500,000 دولار، لكنه ما فلحش في تثبيت الاقدام ديالو. وغادي يحاول الرجاء التخلص من هنقا اما فك ارتباط وديا مع تنازل اللاعب على جزء من المستحقات ديالو او عرضه للبيع في الميركاتو الحالي، هو اللي كيفرضو هنقا بشكل قاطع. والان خوتي وخواتاتي الرجاويين حتى هنا وخرت اخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم. الى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش الاعجاب به والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد.